مساء الخير مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من رواد فقط عبر قناة حواس مع سمو الشيخ سعيد بن طحلون آل نهيان، سمو الشيخة هند بن فيصل القاسمي، الراز بيك، الأستاذ سامي قرقاش، الدكتور فيصل علي موسى، دكتور حبيب الملا، سلطان حجي. ماذا تقول عن المرأة الإماراتية؟ شيء شاب. برأيك شو هو مفتاح النجاح في المثابرة؟ There's a certain drive and a passion. لمن تهدي هذا النجاح؟ أهدي الوالدين. أين هي العقلانية في المشاريع؟ ما أحب المشاريع. ما قبل وبعد هذا الخطأ. التخبيرات مستمرة على قدم وساق على مستوى الدولة لإكسبو. You had ambition. I was very ambitious. You had target. No, I never had a target. جتني صدفة سبحان الله. لا تستهدف دولة المرأة، تستهدف العالم. احنا الاستمرار ونجاح شيء نتمناه. الفشل هو بداية النجاح. لا تشتغل جدية في عملك ولكن اشتغل جديا على نفسك. يعني مثل ما يقول المثل الناس على دين الله. أنا أحس إن صرنا نحن نركز على المرأة ونسينا الرجل والمرأة. اطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم.